بيعمل كده. خلينا ادي انتروداكشن بسرعه عن اللين والاجايل وفي يعني وفي الكونتكست بتاع البرودكت اونر. هو اللين ابن عم الاجايل، يعني هو اللين ابتدى قبل الاجايل في المانيفاكتشرنج في تويوتا ان سبيسيفيك، وبعد كده وي كوبيد البرنسبلز بتاعت اللين وحطيناها في الاجايل. طيب ايه المين برنسبلز بتاعت اللين؟ الفاليو والويست. هم عرفوا الفاليو بشكل فيري ستريكت، قال لك اي حاجه بتدخل للشركه فلوس ده هي فاليو. فلو انا بعمل فيتشر في الابلكيشن فايتس ا فاليو. اي حاجه تانية ما بتجيبش فاليو للشركه، ما بتدخلش فلوس دايركتلي للشركه، فايتس ا ويست. فباي ذات ديفينيشن خلينا ناخدها، اديكوا شويه اكزامبلز. انا كاجايل كوتش رايح اشتغل في شركه بكونسلت بعلمهم ازاي يعملوا اجايل، هل انا فاليو ولا ويست؟ باي ذا لين ديفينيشن انا ويست، لان انت عمرك ما هتروح للكاستمر بتاعك تدفعه فلوس ان هو جاب اجايل كوتش، تقول له انا هدفعك زياده. طب ليه؟ اصل والله انا جبت اجايل كوتش. يقول لك مش مشكلتي وانا مالي يعني شكرا يعني. فباي ذا ديفينيشن بتكتشف ان في حاجات كتيره قوي حواليك ويست. كنا بنقول طيب الكواليتي كنترول فاليو ولا ويست؟ باي ذا ديفينيشن هي ويست، لان بيبل باي فور كواليتي برودكت، بس عمرهم ما بييجوا يدفعوا لك فلوس عشان يو هايرد a very مثلا highly paid quality team. هل انا اقدر استغنى عن الكواليتي؟ لا، ما اقدرش استغنى عن الكواليتي team، لان في الاخر هما اللي بيساعدوني ان انا اشيب كواليتي برودكت. فبالتالي هما قسموا الويست لنوعين، pure waste و necessary waste. والديفينيشن بتاعهم ان لو في حاجه ويست واشيلها من البروسيس وهفضل اشيب برودكت بكواليتي عاليه فايتس pure waste، اعرف اشيلها. لكن لو في حاجه هشيلها هتاثر على الكواليتي بتاعه البرودكت او السبيد اوف ديليفري فايتس نيسيسري ويست. يعني انا ما اعرفش طريقه احسن من كده اعملها، بس هفضل ادور على طريقه تخليني اديليفر نفس الفاليو من غير الويست ده، بس ما عنديش طريقه فمضطر افضل اعمله. فباي ذات ديفينيشن هتلاقينا في الحاجات اللي جايه في السلايدز اللي جايه بنحاول نمينيمايز الدوكيومنتيشنز، بنحاول نمينيمايز اليوزر ستوريز اللي مكتوبه، حاجات كتيره جدا ان اوردر ان انا اخلي البروسيس مور اوبتمايزد واعرف اطلع الفاليو بسرعه من غير ما اثر على الكواليتي بتاعه البرودكت.